نسبة الدهون يعني هو عمل سونار، فلما عمل سونار اللي هو أشعة تلفزيونية على الكبد، فوجد إن الكبد عنده كبد دهني، وفيه بتقول دي واحدة ست بتقول وأنا مليانة، ويعني ابتديت أنظم أكلي، بس قول لي يا دكتور هل في أعشاب تساعد على خفض نسبة الدهون؟ هو في فرق بين دهون الدم والكبد الدهني. الكبد الدهني ده يعني كنا زمان بنلقاه بعد سن الأربعين أو الخمسين، دلوقتي بيتواجد في سن العشرين والثلاثين لسبب لقلة الحركة. والكبد الدهني مشكلته انه بيخلي دايما في تبادل في خلايا الكبد، التبادل في خلايا الكبد تتم في وسط مائي، فلما تكون في دهون فتتعطل عمليه التبادل بين خلايا الكبد. ليه؟ لان انا بقول لو ايديا متعصى دهن ورحت اغسلها بالصابون هاخد مقاومه، هاخد فتره طويله عشان اقدر اغسلها وانزل الدهون، وهكذا. التبادل المائي بين خلايا الكبد لما يكون في دهون بتعيق هذا التبادل، وبالتالي تخلي الهضم بدل ما هيتم في 3 ساعات يتم في 5 ساعات، يتم في 6 ساعات. لما الهضم يتم في 5 أو 6 ساعات يبقى الأكل هيتخمر، هيقعد ويتخمر، ولما يتخمر يعمل غازات، والغازات دي تعمل ما يسمى بالقولون العصبي أو القولون العادي. عشان كده دايما الكبد الدهني صاحبه كقولون، يعني دايما احنا لو عالجنا الكبد الدهني ما فيبقاش فيه مشكلة في القولون، لسبب لان انا قلت الكبد الدهني لما بيجي بيخلي الهضم بدل ما يتم في 3 ساعات يتم في 5 إلى 6 ساعات، وبالتالي الاكل يتخمر ويعمل غازات. الحقيقه الحاجات دي انا قلت قبل كده الوقايه منها بالنهج اللي عمله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللي تكلم عنه عالم التغذيه الامريكي اندريا ويل، وقال ان سيدنا رسول الله لما كان بيدوب معلقه عسل نحل وكان يقول صلى الله عليه وسلم عليكم بشراب العسل، لاني انا لما بدوب واطيل ذوبان العسل في الميه كاني في هذه الحاله حولت كل جزيئات الماء التي ترتبت حسب الماده المذابه فيها، فاصبح الكوب كله يحمل طاقه العسل، واحط عليه معلقه زيت زيتون واشربها على الريق. الكلام ده المواظبه عليه والاستدامه عليه يشيل الكبد الدهني، بالإضافة إلى أن زيت الزيتون لو خدته على الريق بيعمل تبطين للجهاز الهضمي، وبعد لو عمل تبطين للجهاز الهضمي بيعمل حاجة ممتازة جدا، إن بيخلي البريستالتيك موفمنت اللي هي الحركة الدودية الأمعاء تتم كويس جدا، وما يبقاش فيه أي نوع من أنواع الإمساك، ودي في منتهى الأهمية الكلام ده. على فكرة أنا برضو هنتهز هذا السؤال وأتكلم في نقطة مهمة جدا، إن في العالم دلوقتي لما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني سألوا الله العفو والعافية فما أوتي إنسان بعد يقين خير من عافية تعينه على أمر دينه ودنياه، ولما قال المعدة حوض البدن وإليها العروق واردة، فإذا صحت المعدة صدرت عنها العروق بالصحة، وإذا سقمت المعدة صدرت عنها العروق بالسقم، وبناء على هذا قالوا المعدة بيت الداء. ودلوقتي العلم قال حاجة مهمة، أي مرض ابتداء من البلعوم لحد فتحة الشرج في الجهاز الهضمي في الألمنتري كانال يعمل ما يسمى بالديجنريتيف ديسيزس، الأمراض التحللية. ولذلك دي دعوة مننا أي واحد في الدنيا يحرص أنه ما يكونش عنده أي مشكلة في الجهاز الهضمي، لأن ده هيؤدي إلى أمراض تحللية، والأمراض التحللية دي هتخلي زي ما احنا بنقول المعدة بيت الداء، وزي سيدنا رسول الله لما قالها في حديث تشريحي عظيم المعدة حوض البدن وإليها العروق واردة، فإذا صحت المعدة صدرت عنها العروق بالصحة، وإذا سقمت المعدة صدرت عنها العروق بالسقم. ولذلك عملية عسل النحل المذاب في الماء عليه معلقة زيت زيتون دي مهمة جدا على الريق، بتشيل كل الدهون. في بعض الناس بيقول لك طب أنا عندي دهون في الدم، احنا اتكلمنا عن نبات الأخيليا أو أم الألف ورقة اللي بيستخدم حاليا في ألمانيا ووسط أوروبا، لأن هم قننوه في الدراج ستورز، قننوه في الصيدلية العشبية وبيستخدموا الأخيليا. طيب أمريكا عملت ألمانيا عملت الإنجي، دواء إنجي 20-40 و40-40، لكن ما بيستخدمش في أراضيها بقدر ما بيستخدم الأخيليا أم الألف ورقة، لسبب لأن هم قننوا هذا الكلام تقنين علمي.